بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحات. رمضان والقرآن. قال ربنا عز وجل في سورة البقرة في الآية 185: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يكفي رمضان شرفا أن خصه الله عز وجل بالذكر، وأن قرنه بكتابه العزيز بالقرآن العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. فيقول الصيام: يا ربي منعته الطعام فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان شفيعان، أولهما الصيام والثاني القرآن. لا بد أن نحافظ عليهما لننعم بتلك الشفاعة التي بشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصفر حغد ذي الحديث الجينس الشريف إن رمضان صيام أكد القرآن أذين ذي الشفع اليوم ذاني يوم القيامة. ربي سبحانه أسيني الصيام يا ربي سبحانه، يا ربي منعته الطعام. يعني على جل الصيام يوزم ومذن ورث ومذن الني ورث السمان، يعني يفكيس القدر يفكيس زال يفكيس الحرمة يا رمضان أكني تدي يوم ربي ويوم القيامة غادي يزن سيد الشافع بمذني إجحر زن رمضانيس. ذا القرآن سيني يا ربي منعته النوم بالليل، يا خطر إمذانن تزومن ذقواس تزومن ذقال يقومون الليل تظلان تعوزن ذي القرآن، تلاوة القرآن، تدبر القرآن، صلاة القيام، صلاة التراويح. أذين ذي الشفيعن النبي عليه الصلاة والسلام يصفر حغيد مرة إناد فيشفعان، يعني ربي سبحانه يقبل الشفاعة نسن أو هربي ينحرز رمضان نغ ونحرز أول ربي سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من أراد أن ينال هذا المقام السامق فعليه أن يتعلم القرآن وأن يعلم القرآن. صفة الخيرية يكتسبها الإنسان بهذا الصنيع. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام إن دنبذ المخير ذيون وين يقارن القرآن، وكذلك في السلم ذي وياض نتسى في تعلم وفي السلم ذي وياض. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعني فهو سلم للارتقاء في الدرجات العلى عند الله عز وجل. وقذا ولا ربي وها ربي ذا سنفك الزال سنفك القيمة، أما تلاوة أكذي المصحف، أما الإنسان دي غرس قوينك حفظ، أما ذي التراويح ما نحرز التراويح نزل التراويح ما كندنا ما يلا غيوني الظل واحد صلى الله يباريك ما يزورك سوى شلتي صلى الله يباريك. نجتمع على القرآن أو نقرأه فرادى في قيامنا في تراويحنا. نسأل الله القبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.